كاليجيسو كاينان باكو امانن كاينان وانين امانن اساغو قربا جوغا نينكا قاتاي غوانك وو قريمي دادكيس وو قايب الباحلا كا قاتاي قرم بو متلاهي قادر وها افسامين بانلين جامعه بريغ افريكا فرعد ديمد برتل اياق وات مناسبات بلارن اي كو شاينسي تيق وخبر شو بخيي غودوميه اتالي د بنتلان امريكانكا سلطان محمد سلطان احمد كينان تيق ده خبر شو اهلواتن اردي او غودوميه اتالي د بخيي يسديتن اردي او قريميو صدق المناسبات اجا حجم لوغه مدعلن اي غودوميه اتالي د وحنا كا قبل المناسبات مامولك ديمدان ودونا ده وخرد كان اساسدا دلنيرد يا هوينكا ورين وخ مناسبات كا له مامولك جامعه بريغ افريكا فرعد ديمد برتل جنرال شير ياسين خليف سوغنا فين كبحيي تاخذ خبر شو بحيي قدوميه شريد بن تران امريكا سلطان محمد سلطان احمد كينان قدوميه وحو بلان قاداي 20 اردي او جيبكيسا كبخينايو ايو 80 اردي او قريميو ان سيدا درتيد 20 كي اردي او بلان قاداي وا ديار سيديتن كاردينا وغريمي دودي وو بلابي إن شاء الله تعالى والهلي دونا وقونا دعاية سلطان قدومي وحان كوكو دعاينا يا إلهي إنو خير بدن كسيو أنا وكو هادلايا مقعة جامعة بريغا أفريكا فرعي دا بورتينلا قودهان دقمدا مامل يا معلن يا أردي يا دمان وكذا ما هدعلنا هنا سديتن كاس أردي أو أدو قريمة يسيدنا إلهي إذا كإلهي وحن كبر يا إن إلهي كوسع له أنا كجامعة هان جامعة بريغا أفريكا مركي آنو لباتن أردي قادناي أو سيستم كبح سمي أيا وحا نو يميد بلش آد أفر بادن أو أدر وفايسن أو قيبتود لبسنو أي جامعة هان لان هايين بلشو ينكاس وحا أقوب بادن أو آد أدداليي وحا هايين هو يوين آن تبرو هاين سيداس درتيد وحا نقاداناي سيديتن كي أردايبا سيدا مايسترن با نقادانا سيدا درتيد وحا يسكوتا هاي لباتن كي وبحيي قدوميها جالية دا بنتلان اي ودن كمرايكن كا اي سيديتن اوغا غريمي دونو ودن كمرايكن كا بغول كاس أردي واقاداناي وحا نديدناي تدوبية طبان أردي او شهادة دو دي سحنقون ويداي بقول إيه تدبي إيه طبعاً أرضي ما نوتبيت إن شاء الله تعالى تدبي طبعاً كاسنا هذا يسوع هذا يستان شهادة دودا وأنا أقبل دونا وهذا واحد جاره عندك كوجا سوعني مشرتو قدومي يا شريعة دبنت لنا أمريكا إن كسلطان محمد سلطان أحمد كينان عمر صوت أوقع بكلي هب كفوان أرجع أي علاقة سك علي أدي شرف يقطعي إن أن قد ك إن كلا هذا اليومان تقابلنا عن كأي إن حفلة دن قيمة هبضن أتسوى جاسنتين إن وقتي وأنا أقسم إيه أدبي سنوات لباكون لبعتني يا أفرتا حلقي أن بخشة كسر قارة دقمة بورتيلا سيد قروح ذا بندى هذه كسر دويسين دمان قيمة قيمة كسر أكمل إذا أدين قرار بين الدولة شعبك لمن قيبينا كل دوان رنتي بعي أن سوا أركي أو آد بدنا قيب كم إذا أيام أنت إلى سبحانه وتعالى إنه جرسيي رنتي وحنا ما هد علينا يا قدومية أبشر ياسين قليف أو أحنا عرفت قدومية جامعة بريغا أفريكا فرع هذا بورتيلا سيدي دلال كبدنات أنا هو الحرير جرنا يا سيدي ونعكسن أرضي ذا سيدي عدالة ده أو كسر حلي إن شاء الله تعالى إياه إن وكقيب جليه دمان أرضي ذا دجن دجمة بورتيلا إن أي كل واحد حبر سهلان كي إسكب حين كرا يمد كان إسكب حين كريب بقول كأرضي أقعد توا كأجمع علينا يا أنا جن إله سبحانه وتعالى إخلاص يميزان كحسنات كإسارو لبعتن كأرضي أم بحيي سديتن ككلا يكبدنا إن شاء الله تعالى قيب بورتيلا ذلك يدبد بواج جوعان أنت إن كبدنا وابحين كرنا وأنا وسيدا عن أص بلان قادنا وقريمد يكسقين تا دقمدا بورتيلا إيو قبل هذا كله يدقان هذا كله الرب بنتلان وأتاعنا هاي إن أرنتي أنا سلوا جن هاد وقريمد إن الله على دقمدا إن محل يراد دبدمس وباهي وين يوقفته إن دبدمس كنا صدق صح
إن شاء الله تعالى دقمة بورتلا يوهل دون نوادونا دا وحقرت كي يغارك مدى قولها ديغان كدقمة دا يا قلدوميها تشالية داوما دا عشي تغضو حبر شي وبحيي سلدان محمد سلدان أحمد كينان سلدان وحان لينا وحانو آدي آد كاقم هاد علينا سموك يميسان لي si sharaf leh si aan leenahay ilaahay miisaanka xasanadka kuugu daro ayaanu kugu mahadcelinaynaa waxaan kaaga mahadcelinaynaa deeqda waxbarasho oo aad siisay dadka waxbarashada diyaarka u ah waxa waxbarashada iska bixin karin oo awoodin inay wax bartaan oo burtinle iyo meel kale toona aan wax ku baran karin oo aad ugu deeqday inaad waxbarasho awoodeeda aad ku wax bartid waxaan leenahay miisaanka xasanadka Allah kuugu daro ilaahay maaragtay wixii aad ne sid adduunya aakhira baa kugu siyaan leenahay een jaaliyadaha kale oo reer Puntland oo dalalka kale oo Yurub iyo Mareykanka jooga iyagana waxaan leenahay wanaaga waa laysaga deeyay Sultan Maxamed Sultan Ahmed Kaynaan ku deeyda waxaan u mahadcelinayna Ilaahay ka sokow Sultan Maxamed Sultan Ahmed Kaynaan oo ka mid ah saadiinta reer Puntland labaatan ardayna deeq waxbarasho soo ka bixinayo iyey sidaytan u qareen waarin weyn marka waxa laanahay suldaanka Allah barakeeyo aad iyo aad suldaanka Ilaahay ha barakeeyo maalkiisa iyo miskaadiisa iyo murugisa Allah u barakeeyo aad iyo aad baan unta arinta koobad waa inaan ka gudoonay nana soo gaaray deeqda waxbarasho jisaka Allah khayr jisaabaan leenahay Ilaahay jisadiisa siiyo intu ka soo qareemayna muslim iyo gaalba ilaahay u barakeeyo nin walba wuxuu bixiyay ninka suldaanka gudoomiyaha jaaliyada aad buu noo anfacay haddii gudoomiyaha jaaliyada kalena sidaas oo kale laga rabay marka meel adag buu nooga yaala gudoomiyaha jaaliyada Mareykanka ee Puntland ee Soomaaliya ilaahay ha barakeeyaan leena waan u mahadcelinaynaa kuna mahadcelinayaa awalan mahad ilaahay bay u sugan tahay mahad labaadna waxa iska leh caaway ninkaan isugu keen yeeray oo boqolka arday kuwana u qareemaya kuwana magacaabay una muuqato jaamacadda boqolkuma inay sii dhiganayaan iyadoo loo qareemayo kuwana laga hayo ducay iyo wuxuu mudan yahay hambalyo iyo ku dayo qof kasto bini aadan oo waxaysta dibad ha jiro dalka saha jooge si dalku wax u noqdo in lagu daydo baayadana haboon isagana Ilaahay abuurtay waxaanu leenahay waxsan buu ka shaqeeyay khayr allah ugu bedelo waxa ugu muhiimsan oo aad suldaanku uu qabtay waxa ugu muhiimsan waxbarashadii inuu ka bilaabay inuu dabdamiskii ku xujiyay in uu midalan baahida aad moodid dadkii magaalada joogay xog badan oo aysan hayn inuu isagu hayo aad iyo aad baayaan ugu mahadcelinaya marka insha allah waxaanu nahay guuleysto een gudoomiyaha jaaliyada Mareykanka Puntland Maxamed Axmed Kaynaan Sultaanka aad baan ugu mahadcelinaynaa nahay bulshada Puntland rag iyo dumarba culays weyn baad naga fujisay runtii aad iyo aad baad culays nooga qaaday een culayskaas adigana mid la mid ah Ilaahay inuu ka qaadaan ku rajaynaynaa khayr allah siye gudoomiyaha jaaliyada Mareykanka reer Puntland Sultan Maxamed Sultan Ahmed Kaynaan ardada 20ka ee ugu deeqay waxbarashada iyo 80ka oo u qareemayo waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo suldaanka runtii balanqaadkii uu bisha shanaad ee sanadkan oo halkaan uu ku yimid oo balanqaaday oo ka dhabeeyay iyo waxbarashada jaamacadda Bari Afrika ardada uu ka bixinayo intii uu qareemayo waxaan leenahay jasaakum allah khayrul jaza ilaahay ajir iyo xasanad ka siiyo Sultan Maxamed Sultan Ahmed Kaynaan oo kamida ismada dhaqanka ee Soomaaliyeed oo runtii bulshada inta leeg ay caawa isugu timid inay u mahadnaqdo asagoo fuliyay ballanqaadkii oo u sameeyay bulshada reer Puntland ee degmada Puntland ku sugan Sultan waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxay ku igmatay ayaad haysa aad iyo aad baa u maasan tahay hadda wanaagsan aan isugu nimid waxa isu keenay Sultan Maxamed Sultan Maxamed Axmed Kaynaan
جزاك الله خيرا خير الجزاء إلهي ميسانك حسناتك هكوو كرديو رنتي وحا وحوين بعد رير بورتين لاو قبطي وحوين بعد ترتي أدقنا وحن رجينا إن شاء الله تعالى إن أيكون قطو علم ينتفع به علمك وان انتفاعه ددك وحي برتان كورتي كوشاقيان أو ددك وحبران علمي وحو نقن دونا فرعمه أو أدقو انتاسو سنو موتان أجل كيسو وقدم بانو عامر صوت صحر قدامي هدق ماذا أحمد عبد الساق ليري أن رنتي مهاد أرنتي عاوردن سلطان محمد سلطان أحمد لقوا بلشوين تريبورتين لأ انتو نو تري انت صوص عطبا انتو نوغو غريمي مزوريه دو قوني سوصاري هرين عنوغا هاللي بها حيد رنتي جالية ده ريبورتين لأ دمان دافها أفريكا إيشيا يوروب أمريكا دمان قربها جرا يكو ودن كصوماليا شوغة وره بورتين لأ وحان هالكان باق ديرو قدر يا إني دقمدا بورتين لأ سيدا وسلطان محمد سلطان أحمد وغسو جوابي باهيداس وبورتين لأ وقيمد إني إن شاء الله دياليد باهيها يبلشدو دا قربستاقو دا كسو جوابان أحمد عبد أحمد أحمد يا غربي أنت درت ريبورت الله. موقتها مع ملين بانكي السلام بانكي وقار لي هيا ديقو أن تقين حرمها السلام بانكي إن اللعق ديقن كرتيد بانكيقا الدبا مع مل سيادة كون كاق اللعق وديقا تدفلنا الرعت المامها الصو صعدا درا حدق سيداد سيداد لي حدق أكون كاق بانكيقا السلام حدق لعق تادريسو كدبنا أفرقس ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable-kaas oo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba